يرأس رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماع مجلس أمناء هيئة سلامة الغذاء بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، وهي الهيئة التي من اختصاصها الرقابة على الغذاء وضمان سلامته. كما يستقبل إسماعيل وزير صناعة بيلاروسيا فيتالي فوفك الذي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 6 شركات من بيلاروسيا ترغب في الاستثمار في مصر بعدد من المجالات أهمها التعدين والمعدات الصناعية والزراعية.